جربي الخلطة دي وهتشوفي سنانك بيضة زي اللؤلؤ. وما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. الحاجات المفيدة، الحاجات الطبيعية اللي بتبيض الأسنان ومفيدة للأسنان وبتقوي الأسنان جدا لأنها مليانة بالحديد والفيتامينات، فهي بجد حلوة قوي وبتبيض وتفتح جدا. تعالوا بقى نوريكم الطريقة. قشر الموز بتاعها، ممكن استخدم الموز العادي الطبيعي بس القشر مليان حديد أكتر، فأنا هنا هبشر القشر بتاعي كده. تمام، هاخد كل القلب اللي جوه القشرة. هبدأ بقى انزل كل اللي في المبشرة. عايزة اقولك خطيرة 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 بجد الخلطة دي وهتعجبك قوي. هنا بقى في مرحلة دي مهمة جدا، انا هنا بعد ما بشرتها بس عايزة ان انا اهرسها. تمام، شايفين اهو نعمتها خالص. هبدأ بقى انزل كل اللي انا هرسته بالشكل القمر ده، وهضيف عليها عصرة من الليمون. تمام، الليمون طبعا حامض قوي جدا مليان بالفيتامين سي، الحاجات الجميله قوي اللي بتدي لمعه وكمان بتقوي الاسنان. بصوا انا اول ما حطيت الليمون على الموز بصوا اللون افتح ازاي. الليمون تحفه، كمان هيشيل كل التصبغات والبقع والكلف، ده غير انه كمان هيديكي اسنان قويه جدا، ده غير ان كمان لو بنشرب شاي قهوه كتير. بجد الليمون حلو قوي، ده غير انه بيدي لمعه حلوه جدا. بصوا اللون اختلف، شايفين قوي قوي بجد، خلطه خطيره. هبدا بقى اهرسهم، معلقه صغيره جدا من القهوه. القهوه طبعا من الحاجات برضو الحلوه قوي 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 في التبييض، وكمان يبيض الاسنان جدا، بينظف الاسنان جدا، مليان بالكافيين يعني هو مفيد جدا جدا للاسنان. هبدا بقى ادمجهم كده. مهم قوي قوي ان انت تكوني مخليه الوصفه بتاعتك ناعمه عشان لما تيجي تحطيها في علبه وتستخدميها تريحك انت مع الاستخدام، ما تحسيش بالتكتلات او كلكعه في الوصفه فتضايقك. تمام، هبدأ كمان اضيف معايا معلقة صغنطوطة ما كملتش ربع المعلقة من الكربونات الصودا او الصوديوم، ده لو انا هستخدم الوصفة يوميا. ده بيفور كل الغمقان وبيشيل الطبقة اللي بتبقى على الاسنان من قدام. مثلا لو انت بقى زي ما قلتلك مدخنة كتير، بتشربي كافي مثلا زي القهوة زي الشاي كتير، ده كله بيعمل طبقة على الأسنان بيغمق وبيعمل جير، فبجد حلو قوي بيفور الغمقان والسواد اللي بيبقى في الأسنان، ده غير انه كمان بيشيل طبقة الجير اللي بتبقى على سطح الأسنان. هنا خلاص انا حطيت ربع معلقة وقلبتهم. لو انا هستخدم الوصفة يوميا هحط ربع معلقة زي ما انت شفتي، لو هتستخدمي الوصفة مرة واحدة بس في الاسبوع حطي نص معلقة مليانة صغيرة من الكربونات الصودا. تمام كده يا بنات، دي كده اول وصفة معايا، بس انا هبدأ ان انا الينها بسيط عشان حساها لسه بصوا تقيلة معايا فانا مش هعرف استخدمها، وهوريكي تستخدميها ازاي. هحط بس كده نقطتين مش كتير من الميه العاديه، ميه من الحنفيه، عشان بس ايه الين الوصفه تبقى معايا بصوا زي ما انتم شايفينها كده، اعرف استخدمها في الفرشه كويس جدا. كل اللي انا هعمله هجيب معايا اي علبه صغيره وهبدا انزل فيها الخلطه بتاعتي بتاعت الاسنان، عشان دي طبعا بسيبها في الثلاجه، بسيبها في الثلاجه واستخدمها يوميا، يعني هتقعد معايا الماسك ده بتاع الاسنان لمده ممكن 7 ايام بالكتير. يعني الخلطة دي هتكفيني 7 ايام بالكتير، لان انت بصي كل اللي هتاخديه تاخدي من الخلطة نفسها كده اهو، حاجة بسيطة، وبتبدأي تستخدميها شايفين ناعمة ازاي، حركات دائرية كده وفوق لتحت، حركات دائرية ومن فوق لتحت. اهم حاجة ان انت تغسلي اسنانك كويس جدا جدا بيها وتنضفي الاسنان لمده دقيقه، حركات دائريه ومن فوق لتحت، بلاش نعمل الحركه دي انت كده ولا بتنضفي السنان ولا اي حاجه،
كمان مش بتشيلي منها اي جير ولا نظافة ولا اي حاجة. هي طريقة الاسنان الصحيحة ان انا اغسل حركات دائرية وفوق وتحت. ده كلام دكتور هو اللي قايله لي والله، يعني انا مش بقوله من دماغي، بجد حلوة قوي. التانية بقى سهلة قوي، كل اللي انا هحتاجه هحتاج معايا معلقة من الكركم. وعايزة اقولك طبعا الكركم من الحاجات الخطيرة بجد اللي تقدري تستخدميها للاسنان، بتبيض بطريقة رهيبة، فتح الاسنان جدا من اي بقع اي تصبغات اي حاجه، كمان بتنضف اي حاجه في الاسنان، وكمان بتنضف الاسنان جدا وبتخليها بتلمع. هحط بس ربع معلقه صغيره مش اكتر من كده من القهوه، وزي ما قلت لكم القهوه حلوه جدا جدا بجد للاسنان. كل اللي انا هعمله هقلب الكركم كويس مع القهوه. الخلطه دي برضو حلوه قوي يا بنات، بتنضف الاسنان، وكمان من الحاجات الحلوه بجد اللي بتشيل كل الجير. تمام، انا هنا قلبتها كويس، هبدا ان انا اضيف عليها معلقه صغيره جدا ممسوحه من الملح. الملح مطهر ومعقم، تحفه 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 للاسنان. ده غير انه كمان بيشيل كل الجير، بيفتح الاسنان جدا، بيخلي اسنانك لو او اللثه لو فيها اي التهابات بيريحها جدا جدا. ده غير انه بيشيل كل البكتيريا اللي بتبقى في الاسنان والروائح الكريهه. الملح عامه مطهر قوي. وهبدا ان انا اقلب كويس، والليمون برده مطهر قوي جدا جدا. هبدا ان انا اعصر عليها بس يعني نص ليمونه مثلا، لو انت بتتحسسي قوي حطي حوالي 10 نقط مش اكتر. انا حطيت هنا كده حوالي نص ليمونه، وهبدا ان انا اقلبهم كويس، وهبدا اضيف عليهم برضو نقطتين من الميه عشان بس الليمون يبقى هادي، وعشان انا طبعا حاطه ملح وليمون، فدولت ما يبقوش حاميين على السنين، خصوصا الناس اللي عندها التهابات في اللثه او السنين. فانا حطيت نقطتين ميه بس عشان ما يعملش اي حساسيه او التهابات لاسنانك. وادمجي بقى كل القمر ده كده، وضيفي عليها حتة صغنطوطة جدا من اي معجون اسنان عندك، حتة صغننة انا مش هكتر. ليه حتة صغيرة؟ انا عايزة استفاد بالفوائد بتاعت المعجون، وكمان عايزة استفاد بالرغوة. يعني انا بحب، واحدة من الناس احب اغسل سناني يبقى فيها رغوة، اللي هي رغوة المعجون نفسه. فانا بالنسبة لي هنا حطيت حته صغنططه من المعجون بس عشان يبقى يديني الريحه بتاعه المعجون، كمان يديني القوام بتاع المعجون، اللي هو اما باجي اغسل سناني كده الاقي في رغوه. ده كمان هيديني النظافه اللي هي المكونات اللي بتبقى في المعجون عموما يعني. فكده الخلطه تبقى معايا كامله متكامله. طبعا ممكن تضيفي انت نقطه من زيت جوز الهند، مفيش مشكله. تمام، انا بس حطيت حتة معجون اسنان هنا فعشان اخد الفوائد بتاعته. وهجيب معايا علبة صغننة وهنزل الخلطة. تنظيف قوي جدا للاسنان، استخدمي دي مرة واحدة في الاسبوع. تمام، بصوا عاملة ما شاء الله كمية حلوة برضو، وبستخدمها نفس الاستخدام، ممكن استخدمها يوميا عادي، مرة في الاسبوع عادي جدا. بصوا بقى قوامها خطيرة، دي برضك حلوه جدا جدا جدا. عايزه اقول لك من الحاجات الحلوه قوي اللي بتنضف الاسنان، اي بقع في اسنانك اي تصبغات، كمان بتفتح الاسنان جدا وبتشيل الجير، بتعقم اللثه، وكمان الاسنان